مرحب حبايب القلب، هذا مشوار اليوم قاصدين المليئات على طعم بوق العرب. طلع لنا مليئة من تحت وطلع لنا ست الحبايب، ست نفايخة من فوق. رح نسابر على الموضوع، طالما المليئات موجودين رح نشتغل. الطعم هو بوق العرب، من أقوى الطعوم، وهذا بوق العرب. برجيكم الصدفة تبعته، هيدي صدفته، هيدا بوق العرب، هيدي صدفته، وهيدا هو الكائن اللي بقلبها. هيدا من أقوى الطعوم للمليئة والمرمور. والله بلشت الدنيا بالشتى وهجم علينا النفاخ، قطش لنا 4-5 سنينير، ضبضبنا ويلا هلا طالعين على السيارة، ننطر شوي ومنغير محل. يعني هيدي كانت غلطنا، مع الاسف بغتنا الشتي، غدرنا الطقس مثل ما شايفين. هلا هيك اذا بتطلعوا كله غام، وجينا على غير محل تنجرب على الصخر. الصراحه كمان الشتي ما خلينا نوقف مزبوط، ما كنا عاملين حسابنا بالمشمعات. هيدي كانت رزقتنا لليوم، كم حبه مليئه فقط لغير. وبتمنى هيك تدعموا لنا هالفيديوهات. بعدي عم بعمل فيديوهات شوي قصيره، بس الموسم بعده بيقوله. وإلى اللقاء.